I will speak in Arabic, so سأتحدث العربية. لو سمحتم ضعوا الهيدفونز الجميع. Hello. Put the headphones. معك موجود؟ مع الجميع ولا فقط؟ أنا أعتقد أن أجهزة الترجمة موجودة مع الجميع حسب ما فهمت، لأني سأتحدث العربية. إذا هي غير موجودة فأنا أعتقد أن يكون المترجم بجواري أفضل، أو لا أدري. نعم. Cihazın kullanımını bir tarif edeyim. Önce jack'ı takınca cihaz ancak çalışır. Jack'ı taktıktan sonra power tuşuna basıyoruz. Daha sonra kanal tuşu, soldaki kanal tuşuyla kanal bulacağız. Birinci kanalda şu anda ses. Ses birinci kanalda. Diğer taraftaki ayar tuşuyla da sesi yüksek ve alçaltabilirsiniz. So should I start? Yeah. I don't understand. Yeah, so all of them, they have it from. أوكي، السلام عليكم مرة ثانية. في البداية سعيدة أن أكون بينكم في ذكرى حصولي على جائزة نوبل السلام البارحة 7 أكتوبر 2011. كان الذكرى الخامسة الرابعة لحصولي على جائزة نوبل السلام. No translation. Okay, so I will stay. How many people speak Arabic here? Nobody. How many people speak English here? Huh? الآن تمام عربي. Okay. If there is problem in translation, the translator can come to here and to help me. Okay. مرة أخرى فرحة أن أكون بينكم اليوم بالذكرى الرابعة لحصولي على جائزة نوبل السلام. الجائزة التي منحت للشباب اليمني العظيم، لشباب الربيع العربي العظيم، للثورات السلمية. البارحة مثل البارحة كنت في ساحة التغيير بصنعاء، أجلس في الخيام مع زملائي وأبنائي وإخوتي من شباب الثورة، شباب ثورة 11 فبراير العظيمة. كنا نناضل داخل الخيام وخارج الخيام، كنا نناضل بالورود وبصراخاتنا بهتافاتنا السلمية أمام كل طمع وعنف نظام علي عبد الله صالح. كنا نواجه القمع، كنا نواجه الأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها. بالورود كنا دوما ما نحدث ثورتنا بالورود، لا رصاص لا بر. مثل البارحة أعلن
عن حيازتي على جائزة نوبل للسلام. كنت وقتها في الخيمة مع زملائي نسهر الليالي، لم أكن أتوقع في لحظة أن سيتم ترشيحي لهذه الجائزة المهمة. لم أعرف أنني مرشحة، عرفت فقط من خلال رقص الشباب حول خيمتي وهم يرقصون ويغنون يا سلام يا سلام حزنا نوبل للسلام. كان يوما عظيما، يوما فازت فيه اليمن وفاز فيه الشباب والطلاب، طلاب جامعة صنعاء، طلاب جامعة صنعاء وجميع الجامعات اليمنية الذين خرجوا إلى الساحات هاتفين بسقوط ومطالبين بإسقاط نظام المخلوع علي عبد الله صالح. أنا اليوم هنا يحتفل بهذه الذكرى مع إخواني وأخواتي في تركيا وفي هذه المدينة والجامعة العظيمة. أيها الأحبة، أنا الآن في صرح جامعي عظيم، منبر العلم والمعرفة، صرح جامعي ينظر إليه معظم المستبدين في المنطقة العربية وجميع دول العالم، ينظرون إليه على أساس أنه مكانا مشبوها. جميع الدول الشمولية، جميع الدول الشمولية تنظر إلى الجامعات باعتبارها مكانا مشبوها. لأجل ذلك تزرع الاستخبارات داخلها، ولأجل ذلك تزرع الجواسيس داخلها. في جميع دول العالم المتقدمة هناك إيمان بالحرية والعلم والمعرفة، بينما جميع الأنظمة المستبدة تسعى لنشر الجهل، تسعى لنشر الفوضى، تسعى لفرض قيود على الحريات، وفي مقدمتها حرية البحث العلمي. في جميع الدول المستبدة هناك قمع لجميع أنحاء الحرية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والتفكير، والحرية الأكاديمية. لا يوجد هناك حريات علمية، لا يوجد هناك حريات سياسية. يتم اعتقال الطلاب وقتلهم، كما يتم الزج بأساتذتهم في السجون لمجرد أنهم رفعوا لواء الحرية، لمجرد أنهم نادوا بالعدالة، لمجرد أنهم نادوا بالمساواة والديمقراطية وحكم القانون. أمام كل هذا الصدف هناك طلبة وهناك أساتذة يعلمون أمانة المقاعد التي هم فيها، ويعلمون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم كقادة. يجب عليهم أن يقودوا التنوير في بلدانهم، يجب عليهم أن يقودوا الشعب نحو الحرية والعدالة والديمقراطية والسلام والمساواة وحكم القانون. على المجتمع الجامعي بكافة فئاته، بدءا بأعضاء هيئة التدريس برئاسته وأعضاء هيئة التدريس، مرورا بالطلاب والطاقم العامل في الجامعات، يجب أن يكون هذا المجتمع مجتمع واعي وعقلاني. يجب
أن يكون هذا المجتمع مجتمع معرفة حقيقية. وحين نقول مجتمع معرفة معناه مجتمع يكافح الفساد ويدافع عن حقوق الإنسان، مجتمع معرفة يدافع ويسعى للحصول على المعلومة، مجتمع يرفض الظلم والطغيان. دور الجامعات أساسي ومهم في دعم القيم الديمقراطية. دور الجامعات أساسي ومهم في دعم الحريات. دور الجامعات أساسي ومهم في تحديث المجتمع. دور الجامعات أساسي ومهم في دعم حركة البحث العلمي. أيها الأحبة، وأنا أقول هنا الأحبة للجميع وأخصص الطلاب، الطلاب الذين والشباب الذين رفضوا الضرب في دول الربيع العربي، الطلاب الذين قادوا هذه المرحلة العظيمة، مرحلة التحرر والتحلل والتحول من مجتمعات خانعة مستكينة مستسلمة، من مجتمعات مهمتها الأساسية والمحورية التصفيق للحاكم الظالم الطاغية، إلى قادة التحرر. هدفه ضد المخلوع بن علي الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع لتونس، هدفه ضد المخلوع مبارك الرئيس الذي خلعته ثورة مصر، وهدفه ضد المخلوع علي عبد الله صالح الذي أسقطته ثورة اليمن، وهدفه ضد المخلوع المقبول معبر القذافي الذي خلعته ثورة ليبيا العظيمة، وهدفوا ولا زالوا يهتفون ضد الطاغية بشار الأسد الذي سيخلع قريبا إن شاء الله. إذن هؤلاء المجتمع الجامعي الذي قاد مرحلة التحول في معظم هذه الدول قرر إزاحة العار، قرر إزاحة العار، عار الاستبداد، عار الفساد، عار الظلم، عار الكراهية، عار الانتخابات المزورة، وعار ادعاء أن هذه الانتخابات هي إرادة الشعوب. بعد 4 سنوات من ثوراتنا العظيمة، ثورات الربيع العربي، يتساءل البعض هل هناك ربيع؟ هناك من يتساءل هل هناك ربيع عربي؟ وهناك من يصف هذا الربيع بأنه مؤامرة أمريكية صهيونية، ونحن نقول لهم يا للغباء، هذا ربيع قرره الشعوب للتخلص من كل التركة الفاسدة المستبدة التي تركتها الأنظمة الاستعمارية. هذا الربيع خرج ليقول لا، هذا الربيع خرج ليجعل الأمة العربية في مقدمة الصفوف. لأجل ذلك تآمرت عليه كل الدنيا، كل مستبدي العالم تآمروا، اهتم في النظام العالمي المدعي للديمقراطية. حين رفض أن يستمع ويلبي طموحات الشباب الحالم بالحرية والعدالة والكرامة، حين تآمر عليه هو والأنظمة المستبدة التي ثاروا عليها شباب الربيع العربي، تآمروا عليه وذهبوا ليخرجوا أوكار الإرهابيين، يخرجوا الإرهابيين من أوكارهم. لأجل هذا تسمعون الآن عن آيسس، عن داعش، لأجل هذا تسمعون الآن أكثر وأكثر عن القاعدة،
بينما هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة صمتت في عام 2011، صمتت لم يسمع لها صوت ولا نفس حين شباب الثورة كانوا يسيرون في المظاهرات يهتفون سلمية سلمية ثورتنا سلمية، حينما كانوا يهتفون ثورتنا بمرور لا رصاص. كل هذه الأنظمة الإرهابية صمتت لأن هناك كان صوت شباب قوي، كان هناك مشروع قوي ضدهم وهو مشروع السلام في مواجهة العنف، مشروع البناء في مواجهة الدمار. الربيع العربي اليوم يواجه حربا مفتوحة، يواجه حربا مفتوحة مع أولئك، مع بقايا الاستبداد، مع الثورات المباركة التي تهدف إلى إسقاط ثوراتنا الأم، ثوراتنا السلمية العظيمة. يواجه مؤامرة عالمية مع أولئك الجماعات والحركات الإرهابية المتآمرة مع الأنظمة المستبدة والتي خرجت بعازل منها. وبدلا من أن تكون جهود شباب الربيع ونساء رجالهم ونساء شيوخهم كل المجتمع العربي، بدلا من أن تكون موجهة من أجل استكمال الثورة ومن أجل بناء المجتمعات، من أجل تحقيق أهداف الثورات، من أجل تحقيق قيم الثورات من عدالة وديمقراطية وسلام واستقرار ومكافحة الفساد وحكم رشيد، أصبح الحديث عن الجهود أو أصبحت الجهود كلها متجهة نحو مكافحة الإرهاب. نعم كان هناك مؤامرة، وأنا هنا لا أستثني منها الدول الغربية التي أصيبت بالصدمة حينما كان الربيع، ونحن سعدنا جدا بترحيل هذا، سعدنا اليوم وهم يقولون نحن محيطي شباب تونس وشباب مصر وشباب اليمن على حريتهم وكرامتهم وشجاعتهم، كنا فخورين جدا وكنا نقول نعم هذا هو الغرب الذي نريد، هذا هو الغرب الذي قيمه تحولت الى افعال، هذا هو الغرب الذي ليس حديثه في واد وفعله في واد آخر، لكن للأسف الشديد أصبحت خياراتهم مع الأنظمة المستبدة، هم أصبحوا غير راحمين لأن يختار العرب حكامهم باستقلال، لكنهم مع أن يختار العرب من يريده يريدون من المستبدين يحفظون المصالح. أيها الأعزاء، الربيع العربي وطموحات شعبنا نحو الحرية والعدالة والديمقراطية ليست حدثاً عاجلاً، هي عملية مستمرة، هي عملية معقدة، نعلم أن الطريق صعب لكنه مضمون النتائج. لا يوجد شيء أكثر أهمية من الحرية، لا يوجد شيء أكثر أهمية من الحرية. Nothing important more than freedom. من حقنا أن نعيش حرام. من حقنا أن نعيش حرام. لكن حياتنا ستكون بلا قيمة إذا فقدنا حريتنا ونزاهتنا وكرامتنا. نحن مستعدون أن ندفع كل الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل أن نكون كما نريد نحن وليس كما تريد سلطة غاشمة وفاشية. يجب أن لا نبحث عن حلول رمادية لمسألة لقضية هامة مثل الحرية. نحن عندما نقف
ضد الاستبداد، فنحن نقف ضده ليس لأنه يحتكر السياسة فقط، نحن نقف ضد الاستبداد لأنه يقتل كل شيء جميل. نحن نقف ضد الاستبداد لأنه يقتل كل شيء جميل، لأنه دورة عذاب لا تنتهي. أخيرا أيها الأحبة، السلام داخل الدول لا عفوا السلام بين الدول لا يقل أهمية عن السلام داخل الدول. السلام بين الدول لا يقل أهمية عن السلام بين داخل الدول. والحرب ليست مجرد صراع بين الدول، هناك حرب من نوع آخر أشد قذارة. هناك حرب أشد قذارة، هي حرب القادة المستبدين على شعوبهم، هي حرب من استقبلتهم الشعوب فخانوا الأمانة. السلام لا يعني توقف الحرب، السلام يعني توقف القمع والظلم. السلام لا يعني توقف الحرب فقط، السلام يعني توقف القمع والظلم. لقد آمنت دائما أن مقاومة العنف ممكنة دون اللجوء إلى عنف وقمع شبيهين، ولقد آمنت دائما بأن الشعوب التي تسعى للحرية دوما تنتصر. الشعوب التي تسعى للحرية دوما تنتصر مهما كان حجم المؤامرات التي تحيط بها. وفي الأخير النصر والخروج والحرية للشعب العظيم في سوريا، الحرية للشعب العظيم في سوريا. وأدير من هذا المنبر التدخل الروسي في الأراضي السورية لإنقاذ المخلوع بشار الأسد، التدخل الروسي الذي يعد طوق النجاة الوحيد للمخلوع بشار الأسد الذي خلعه شعبه ورفضه وليس له مكانا في أمتنا العربية. وأدعو الشعب السوري العظيم لمقاومة الاحتلال الروسي والانتصار لثورته العظيمة ولأحلام كل شعوب العالم التي تسعى إلى عالم بلا مستبدين وأولهم بشار الأسد. شكرا جزيلا. Açılış dersi için Sayın Karman'a çok teşekkür ediyor ve kendilerine hediyelerini vermek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ekrem Yıldız'ı davet ediyorum. Değerli konuklar, açılış dersimizin ardından fakülte ve yüksek okullarına en yüksek puanla yerleşen öğrencilerimize hediyelerinin verilmesine geçiyoruz. Tıp fakültesi öğrencisi Elif Gizemcan, diş hekimliği fakültesi öğrencisi Bedrettin Demir, veteriner fakültesi öğrencisi Erkan Han, sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi Çiğdem Aktaş, eğitim fakültesi öğrencisi Ramazan Racikaya, Tenedeviyat Fakültesi Öğrencisi Mertcan Erdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Pınar Parlak, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Nafiye Çelik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisi Fatih Sarı, İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Hayati Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi
kadar gençler. Hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyorum ve kendilerine hediyelerini de vermek üzere. Arkadaşlarımıza hediyelerini vermek üzere Valimiz Sayın Ali Polat'ı sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz. Şimdi de yüksek okullarına birincilikle giren arkadaşlarımız Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Eray Güven, Delice Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Tamla Buse Uçar, Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Bedran Eriş, Keskin Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Keser Ünlü, Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Zehra Teker, Patlaşen Ses Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İsmail Erkan Dirican, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Yunus Özden. Hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Ve kendilerine hediyelerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'yı sahneye davet ediyorum. Müslüman Türk gençliği, kan gölü olacak, kan gölü olacak buralar. Uyanın artık.
Öğrenci arkadaşlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz. Sayın Vali, saygıdeğer misafirler, programımız burada sona eriyor. Bu güzel başlangıçta bizleri onurlandırdığınız için sizler konuklarımıza, üniversitemiz adına teşekkürlerimizi sunuyor. Evinizde bir kokteylimize davet ediyoruz. Yalnız...